كل 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 طيبين. هو واقف على العالي وانا واقف على كل سنه طيبين يا دكتور. كل سنه واليوم السابع بيكون متواجد مع حضراتكم عشان الاحتفاليه في شهر رمضان، ان الدفعه بتاعتكم بتجتمعوا في يوم من شهر رمضان للتزاور لاستعاده الذكريات. طبيعي. قول لي بقى النهارده كلمه كده من حضرتك. صوره طبيعيه زي حضرتك. ايوه طيب. احنا دايما بنحافظ عليك. ازيك يا حلو؟ 20 سنه. كل سنه وانت طيبين. الدفعه دي تعتبر من الدفعات 79 سنه. 79 سنوي. دايما السنه دي في رمضان تاني جمعه من رمضان كل سنه. الحمد لله لكل دايما ودايما يا رب يديمها علينا. بدأناها بسبعة وبدأنا دلوقتي ما شاء الله تبارك الله وصلنا 60 دلوقتي. يعني انت بدأتها بسبعة بس. سبعة افراد. سبعة افراد. لسه يا ريس. بدأت بقالها قد ايه؟ بدأت بقالها كام سنة؟ وبعدين بقالها 20 سنة. 20 سنة. بقالها 20 سنة. بدأناها بسبعة افراد. تمام. وبدأنا دلوقتي وكملنا السنة اللي فاتت كنا 60 فرد. جمعنا من جميع اجزاء الجمهورية كله، اللي كان بيجي لنا من بورسعيد، واللي كان بيجي لنا من العريش، واللي كان بيجي لنا كل دول زمايلنا. هتقول حضرتك ازاي؟ فدي طبعا عادة وربنا يكون صوته بيك. طيب بمناسبة اليوم ده، هل انتوا ما فكرتوش كدفعة تعملوا حاجة مع بعض لمثلا شهادات مثلا أمان مثلا مساهمات في مثلا في مستشفيات؟ لا عندنا في دكاتره طبعا موجودين في المجموعه هنا، في دكاتره موجوده بتساعد. تمام. مهندسين وفي بتاع، يعني هو يمكن عشان احنا مختلفين شويه في البلد، يعني اللي بقى اللي هنا موجود في كفر الشيخ واللي في موجود في الفكره قائمه. لكن الفكره قائمه فينا. الفكره قائمه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. يلا جيب بقى اي حاجه جمال. والمستشار فين؟ حاضر. سمعي كده ليه يا عم؟ سيادة المستشار طارق، ازاي حضرتك؟ لايك انت مباشر كده. انت مباشر يعني دو وانت طيب حضرتك. كل المجموعة بتاعتنا دي كلها طيبة. ربنا يديك الصحة. بقولك يا مان اتفضل. لا انا بصورك فيديو. حاضر حاضر حاضر.